فينا في ربعه والنهضه والحرس الجمهوري والمنصه والنصب التذكاري وغيره، وقد سالمنا الداخليه وسالمنا الجيش وكنا الناس المية، ودفعنا من الدماء ما دفعنا، ودفعنا من تهجيرنا ما دفعنا، حتى سئمنا سلمية الإخوان. نحن لسنا إخوان، وسئمنا سلميتهم في المسيرات وغيرها. نخرج فتسفك الدماء وتغتصب النساء وتسرق الأموال، وهذا إنذار للداخلية على مستوى جنوب القاهرة. هذا ما نملكه على مستوى جنوب القاهرة بجميع مناطقها وجميع اقسامها. انكم مستهدفون، هذا ما سنقوله، انكم مستهدفون لما فعلتموه فينا، ولم تتقوا الله عز وجل، ولم تراعوا اننا اخوانكم، ولم تراعوا اي شيء بيننا وبينكم، فسفكتم الدماء وسرتم عليها واغتصبتم النساء، بل وحبلتم نساء المسلمين، ثم لا معترض منكم ولا محاسب لأنكم انقلابيون، ولأن هذا الجيش جيش كامب ديفيد بما فعله في المسلمين وما يفعله في المسلمين 60 سنة لم تطلق طلقة على اليهود. أول ما جاي يضرب نار ضرب في أهله، ضرب في إخواته، ضرب في ناسه من 60 سنة. ماذا فعل الجيش؟ حياتنا كلها هباب في هباب في هباب في هباب، فقر في فقر في فقر في فقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشعب يدفع الثمن، والشعب يدفع الضريب، فلا بد ان تنتصف فئه تردهم عما فعلوا، ترد عما فعلوا فعلته الداخليه خاصه. هم نسوا درس يوم 25 يناير ويوم جمعه الغداء 28 يناير، نسوا ما فعله الشعب بهم، فلم يصالحوه بل نصابوه عداوه. ليه؟ فاكرين ان الجيش هيحميكم؟ طيب براحتكم، وانتم فعلتم وانتم اجبرتم ناس مسالمين امثالنا، ناس مسالمين امثالنا على حمل السلاح. نحن لا نريد حمل سلاح، انتم اجبرتمونا على حمله للدفاع عن انفسنا، للدفاع عن نسائنا، للدفاع عن هذه الارض. نحن نحب الخير لمصر ونريد الخير لمصر ونريد الخير لهذا الشعب، نريد عدلا، نريد مساواة، نريد تقوى، نريد تقوى في هذه البلد. عايزين الخير لمصر والله، ونضع هذا السلاح من ايدينا ونسلمه للجيش ايضا اذا كان الجيش يتقي الله عز وجل. اما الجيش يدعم الداخليه لقتلنا، ويدعم الداخليه لاغتصاب النساء، ويدعم الداخليه لحفلات التعذيب وما اكثرها على اليوتيوب والنت، حفلات تعذيب في جميع اقسام مصر، ولا حول ولا قوه الا بالله. كل ما نقوله حسبنا الله ونعم الوكيل. ما في السلميه مع الداخليه، ما في سلميه